الو 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 الو
يا وردة في رحيق الحب قد سكرت ميلي ربيعك بين الكأس والكاس. يا وردة في رحيق الحب قد سكرت ميلي ربيعك بين الكأس والكاس. ومن مخمل الورد استعرت نعومة وقد استعار الورد منك لباسي. أنت الذي أسكرتني أنسيتني قسوة الناس بالناس. بيادة قد سكر الهوى من ريحكم مسكا يفوح صبيحة وتماسي. أيها الحفل الكريم، حضرات السادة الأفاضل، أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم جميعا ابتهاجا لا شباب ورجال بني الطرشة. نحتفل وإياكم بزفاف عريسنا الغندور جمعة نجد السيد إبراهيم الطرشة. ليلة من الليالي العمر الجميلة والأصيلة، وسلطان الطرب وزير العتابة وسفير الموال الفنان الأستاذ عبد العزيز برو. أنتم مع سجلات وميكروفونات صوت الأمير، صوت أمير حلب. كل الشكر لمخرج ومهندس الصوت الفنان الأستاذ رياض الأمير، كما غطى لكم عبر سير الفيديو فيديو وحدة اليمن. كل الشكر لمخرج تلفزيوني والإعلاني محمد رزاز، هاتف 0932 874 800. طال البعاد واقترب اللقاء، أجمل ما في العمر حب ووفاء. هكذا عرفت حلب الشهباء بفنها الأصيل وطربها الجميل. معكم وإياكم الفنان الأستاذ عبد العزيز برو. سمعونا كف ومحبة بشباب ورجال بني الطرشة. بطاقة عطرة لعازم هرب الشهير ونجم وادي الذئاب أحمد عزاز، له أجمل تحية ومليون سلام. أيضا لسيد بسام ملك البرجوشن، له أجمل تحية ومليون سلام. عيونك يا بسام، سمعونا كف ومحبة بشباب ورجال بني الطرشة. Thank you.
يبعث لي جواب 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 وطمني ولو إن عتاب 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 لا يحرمني يبعث لي جواب
هجروني من مدة عام وحيروني شقيق الروح ونعني.
اللي الله ما نور عليه بسياره وبيحب يشارك مراسم زفت العرسان الفطر مشكور. اللي الله ما نور عليه بسياره وبيحب يشارك مراسم زفت العرسان الفطر مشكور. الله معنا عليه بزيارة بيحب يشارك بمراسم زفت العرسان يتفضل مشكور. اللي الله معنا عليه بزيارة بيحب يشارك بمراسم زفت العرسان يتفضل مشكور. اللي بحب الله والرسول سمعونا كف ومحبة بشباب ورجبني طرشة يا حضور. لك يا عم يا سدنا يوم للمحتاج قلل يا مدلوب العرب شجعان قلل لك يا عمي يا عمي يا سدنا يوم للمحتاج ما قلل يا متلو يا متلو بالعرب شجعان آه قلال لك يا دهري يا دهري خبر العربان لك يا دهري خبر العربان ولو قلنا بعد بشار الأسد ما يصفي عرام لك يا عمي حضرنا العرس وعرفنا عرس مين وصلنا حد موقفنا عرس مين لك يا عمي حضرنا العرس وعرفنا عرس مين ولو صرنا حد موقفنا عرس مين لك يا عم القمر صار يسأل اليوم لك يا عم القمر صار يسأل اليوم يا عمي عرس